إلى التفاصيل، أهلا بكم. عقد مجلس وزراء أقليم كردستان اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس مسرور بارزاني وبحضور نائبه قباد طالباني، وعرض آلية تنفيذ المادة الخامسة من قانون الإصلاح رقم 2 لسنة 2021 الخاصة بإعادة تنظيم المخصصات على ضوء القانون، وناقش الدخل الداخلي الحالي للأقليم ودور الوزارات المعنية في تنمية وتنويع وتعظيم الدخل المحلي والرسوم المتعلقة بالخدمات، بالإضافة لعرض مشروع قانونين للتصويت النهائي، وهما مشروع قانون تعديل قانون وزارة المالية والاقتصاد ومشروع قانون آخر خاص بإنتاج واستيراد الحبوب والشتلات وتسويق المحاصيل الزراعية.